منذ أن وطأت أقدامنا أرض المملكة العربية السعودية، بل كل الأجيال التي حضرت إلى السعودية لم تجد من الشعب السعودي أو الحكومة السعودية ملكا وحكومة وشعبا إلا الإكرام والتقدير والاحترام، حتى ظللنا نحس بأننا في وطننا الأول وليس وطننا الثاني. المملكة العربية السعودية أتاحت للسودانيين بالتحديد مساحات واسعة لممارسة جميع أنشطتهم الثقافية والأدبية والريادية والاجتماعية، بل كانوا يشاركوننا في كثير من المناشط وجودا معنا، يدعموننا بالمال ويدعموننا بالمشاركة، وفي المناسبات الاجتماعية شاركونا في الأفراح، شاركونا في المآتم وفي كل ما يستحق المشاركة. المملكة العربية السعودية على مستوى الملك وعلى مستوى الحكومة وعلى مستوى الشعب لها وقفات قوية في دعم الشعب السوداني على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الدبلوماسي، وجدنا منهم كل الدعم، وآخر هذا الدعم هو وقفتهم الشهيرة مع الحكومة السودانية والشعب السوداني في التوسط والسعي الحثيث لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، والذي تكلل بكثير من النجاح وفي خطوات إن شاء الله النهائية، وكذلك ساهموا في إحلال السلام في السودان بالتوسط والسعي بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية. ونسأل الله لهم للمليك الصحة والعافية وطول العمر، ولحكومتها ولشعبها في طاعة الله وفي خدمة الإنسانية والإسلام والعروبة، وشكراً.